كوكو عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نطيبوا حاجة حارة مش برشا مزوزة شوية، واللي هي كانيلوني. الكانيلوني قبل يا سيدك بن سيدك كنت نطيبها بطريقة، ومن بعد جربت طريقة أخرى يا أخي حصلت. كنت قبل نعمل الفخص متاعي باللحم ونحطها في وسط الكانيلوني وهي نية. يا أخي اكتشفت اللي كي نطيب شوية الكانيلوني ونطيب شوية الفخص وبعد نحطهم مع بعضهم تكون الغسيت خير. وذيك اليوم شنو باش نوريكم. اول حاجه باش نبداو بها باش نشعلوا الفوغ نتاعنا، خاطر ديما ما تنسيبوش كيفاش طيبوا حاجه في الفوغ. اول حاجه تعملوها تشعلوا الفوغ باش هكاك يلقى الوقت باش يسخن بالكدا. وتوا يا سيدك بن سيدك باش ناخذوا الكانيلوني نتاع ورده نتاعنا ولا ونحطوا كعبيت دوب ما يتشيبوا، معناها فريمون مش باش نطيبوهم، دوب ما يتراو اكا هاو. فوالا باش ناخو كعبة اثنين أربعة، ناخو ثمانية الكل في الكل. ديجا الماء سخنتو راهو من قبل، وبيان سور ديما نغسلو يدينا قبل ما نبداو نطيبو. نسكرو باكو الكانيلوني نتاعنا فوالا. توا في الماء نتاع المقرونة باش نحطو الملح، وباش نحط اوريقات رند باش تزيد تفويح اكثر فاكثر. وتوا باش نتعداو للفخص نتاعنا اللي باش نحطوها في الكانيلوني. خذيت القلايه نتاعي نشعل عليها النار باش ناخو زيت نجمه ديو بلس اللي فيه برشا فيتامين او. باش نحطو هكايا النار، نحطوها من الاول ديما كي باش نقليو نسخنوها بزيد شوية وبعد نقصوا عليها باش الريحة هذيك بتاع الثوم والبصل اللي باش نحطوهم تفوح بالقدا. توا ناخذو الثوم فوالا، والبصل مقصوص جيد ماذا بينا فوالا. نخليوهم هكايا يتقليو ويبداو يتشتشو وتطلع الريحة البنينة. وتوا باش نحط الحم مفروم نتاعي. اها ويا الحايمه نحطوها لهنا وديريكتومون نفوحوها باش نزيد بنين. ما ديما لازمنا نخمو في البنه. نحط له فحات نتاعي بحذيه باش نحط تيبل مفوح، هذايا تيبل وكرويه ومعاه زاده ثوم مرحي ومشيح ومعاه فلفل زاده شايح. ومن بعد هذيك كيما اللي تعملوا مامي في الدار، ومن بعد نخلطوه لين تكونوا على الطيبل المفوح. ياسر بنين مع اللحم البقري يجي فاوح على الاخر. نحطوا شويه ملح وشويه فلفل اكحل، مش برشا الفلفل اكحل مش بيه راهو برشا للصحه فوالا. وتو نبداو نقلبوا نشقلبوا فك الحايمه نتاعنا حتى تتقلى بالكدا. باش نثبت توا في الكويسون نتاع الكانيلوني نتاعنا. كيما قلت لكم ما لازمهاش تطيب برشا ترى دوب ما تطرى هكا هاو. سي بون هكا هاو. توا باش نحيها من الماء ناخو الصافيه نتاعي فوالا كيما حبيتها دوب ما طرات الكانيلوني نتاعي فوالا. هايكا نطفيو عليه الماء الغاز باش نحاول نوقفهم هكايا من هنا باش ما يلصقوش في بعضهم وهما يبردوا.
جست نبعدهم هكايا على بعضهم وكاها ونخليهم يستنيو شويه. هنشوف الفاخس نتاعي، نحكيلكم على الريحه البنينه نتاع التقليه اللي نشمت فيها. ها هاوك فوالا. ريحه ريحه، نبدا نطيب ونشهي في روحي. هاوك كاو، دوب ما يتقلى وتطلع الريحه باش نطفي النار. نحط الفاخس نتاعي في البول ونخليها تبرد شويه، خاطر قبل ما نحط لي فرماج لازمها لازموش يبدا سخون برشا اللحم نتاعنا. وتوا باش نحضر الصوص طومات، نحط هذوما لهنا بجنبنا، نخليو المغرفه اللوح ونحضروا غازنا. للصوص طومات باش ناخذوا زيت نجمة ديو بلوس، باش نعملها صوص معناها خفيفة على الاخر ما غير بصل وكل، خاطر حاجتي بها باش تبدا لي جارية. باش ناخذوا طماطم سيكا فوالا، نحطوا كيكة مغيفة ونحطوا الهريسة تاع سيكام زيدة المحرحرة فوالا. وتوا باش نزيدو نفوحوها بالثوم. نزيد من الثوم وتوا باش نزيد نحط الماء ونحل الصوص نتاعي بالكدا ونخليها تتقلى فوالا. نحلها هكا باش تتقليلي بسهوله تامه. هاك باش نشعل النار ونحطها وباش نفوحها زيد الصوص بيان سور. باش نحط فيها شويه زيد مكتب اللي حكيت لكم عليه نتاع قبليكه، وباش نحط شويه فلفل اكحل مش برشا، والملح بيان سور. ننصحكم ماما ديما ما تكثروش من الملح، تطستين سوره مش بيه الملح برشا برشا. وكذيك تو باش تقعد تتقلى في عقل عقلها. باش نغطيها هكا بنص خطاء كيما نقولينا فوالا. وتوا باش نرجعوا للفاخس نتاعنا، باش ناخذ الفرماج نتاعي من الفريجيدير، باش ناخذ الفرماج غابي بيان سور سافور غرويير فوالا. نحط الفرماج هاوك، نزيدو نشخشخوه بالكدا الخلطة نتاعنا. وباش نزيد للفاخس نتاعنا شوية قوطة باش تزيد بنين. هيا باش ناخدو قوطة ديليس، نحلو حكة ونحطو شوية شوية مش برشا برشا فوالا. نزيد نخلط بالكدا هكا هكا، والخليط نتاعنا باش نزيد نفوحو باش نحطلو شوية حشيش. لهنا حطيت شوية حبق شايح هاوك باش يزيد بنين بيان سور. هاكا الخليط نتاعنا. وتوا باش يشد روحو كي نحطوه في الفوغ نزيدو شويه عظم، مش نحط العظمه كامله ظهر لي، عيني ميزاني بشوي نخلط ونشوف. نورمالمون شويه اصفر وشويه ابيض فيه الف برك.
هايكا سي بون، الخلطه نتاعنا حضرت. توا باش ناخذ المول اللي باش نحطو ديريكتومون في الفوغ نطيب فيه. هو دقيقه نتفقدو الصوص، لازمها تتقلى من غير ما تتحرق عاده. هايك في عقلها، نقصوا لها النار باش تتقلى في عقل عقلها. توا باش ناخذ كعبه الكانيلوني بالسياسه، ناخذ مغرفه صغيره وباش نبدا نحط الفخس. نحط من هنا باش يبدا على يدي. توا نوسعوا بالنا بالسياسه بالسياسه. ريتو الفخس راهي لازمها ملازمهاش تبدا يابسه، لازمها تبدا هكا باش تتعبى بالكدا كعبة الكانيلوني نتاعنا. هاك نورمالمون سي بون. هاك تعبيت بالكدا، حتى كان خرج شويه ما تخافوش، فما حتى مشكله. كي باش يجيب في الفوق الكل باش يشد روحو بالكدا. فوالا نحط الفخس نتاعي بالسياسه بالسياسه بمغرفه صغرونه كيما تشوفوا. باش نكمل نعبي كعبه الكانيلوني نتاعي الكل، لو طون اللي زادت تقليت الصوص نتاعي وطابت بالكدا، نزيد على الريحه بنينه بنينه بنينه. وتوا خل نفسر لكم اش باش نعمل قبل ما نمشيو في الفاصل. باش نكمل نعبي كعبه الكانيلوني، نحط فوقهم الصوص ونحطهم في الفوق لمده 15 دقيقه 20 دقيقه ماكسيموم على 200 درجه اكاها، وخاطر هما كل شيء جوست باش يشد روحو كل شيء طايب. ونرجعوا بعد الفاصل، اتوت. رجعنا لكم بعد الفاصل. يا سيدك بن سيدك، الكانيلوني نتاعي بخيسك طابت، باش نحيها من الفوغ باش نحط الفخوماج. لحظه برك راني جايتكم. بسم الله، فوالا. باش نحط الفخوماج نتاعي باش يذوب هكا. هاو نحطو ديما في الاخر شويه فخوماج فوق الكانيلوني. نحكيكمش على الريحه البنينه غير ما نحكي لكم. توا نرجعوها في الفوغ باش تتبشمت بالسياسه بالسياسه، مش تتبشمت جوست هكا كجبن يسخن شويه وكا هاو. فوالا هايك. وتوا يا سيدك بن سيدك، بما انه الطقس شتاء، انا ديما نبدا من الصيف نستنى وقتاش يجي الشتاء، وكي نقعد في بيت القعاد قدام التلفزه ونعمل شوكولا شو. باش ناخذ لهنا الشوكولا شو نتاعي نتاع بانواز، نحط الخلطة لهنا. وتوا باش نزيدها الحليب، فوالا. باش نزيدها 200 مليلتر حليب. باش ناخذ حليب ديليس الانتيي هذايا، باش يزيد يبنني وتبدا اونكتيوز اكثر فاكثر. فوالا هاك خدينا الحليب نتاعنا. توا ناخذ مغرفه لوح باش ما نفزتش طنجرتي كهو، اسهل منها ما فماش. وباش نحط على نار هاديه ونبدا نخلط بالسياسه بالسياسه. فوالا. وتوا باش نقعدو نحركو بالسياسه بالسياسه حتى لين تختار. فوالا شويه بشويه حتى يتخلط الكل. هاو كنخلطو بالسياسة بالسياسة.